يعني بخبرة حضرتك، وهنا انت طرحت موضوعين مهمين، الموضوع الاول متخصصين في السياحة والمتعاملين المواطنين مع السائح. الأولانية وسؤالي البسيط، مصر لديها قدر كافي؟ يعني احنا وصلنا قبل كده 14 مليون سائح، احنا بنتكلم في دول فيها 70 و80 و90، بنطمح لده؟ مش هتكلم على البنية التحتية، هتكلم على البنية البشرية، يعني السعه الفندقيه مش هتكلم عنها، ممكن دي يعني تتعمل في وقت قليل، لكن القدرات البشريه المصريه اللي تتوائم مع طموح مثلا ل 20 25 مليون سائح، هل عندنا ولا المفروض نكمل؟ انا بقول لك احنا ما عندناش امكانيه ان احنا نستوعب 30 مليون سائح. ده على فندقيا، فندقيا وغير فندقيا. كويس. ما هي السياحه او بتبدا ب أنماط معينة لابد أنك أنت تحافظ عليها. أحد هذه الأنماط وهي أهم شيء أن أنت إزاي هتجيب السائح لغاية هنا، وسيلة نقله. وسيلة نقله عظيم، فدي مهمة جدا. وسيلة نقله دي لازم أن هو يجي بطريقة ميسرة وما هياش مكلفة. صحيح. الجزء الثاني أن اللي أنا بأنادي بيه طول الوقت الحقيقة، واللي احنا متأخرين فيه جدا جدا جدا، إزاي تربط السياحة بالتكنولوجيا. دي حاجة مهمة جدا. بمعنى انك انت اول حاجة تعملها انك انت ازاي تخلي الراجل دوت يقدر يحجز طيارته اونلاين على الكمبيوتر ويحجز الفندق بنفس الطريقة، وبالتالي انت هتقدر تعمل انجاز قوي جدا 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 في تيسير الحركة على السائح الخارجي انه يجي مصر. طب بس ده موجود نسبيا، مش قوي بعض يعني بعض المواقع الكبيره والشركات. بس احنا موجود في بعض الاحيان. احنا لابد ان احنا نبتدي نتجه من السياحه اللي هي اللي احنا بنسميها البي تو بي، واخد بالك، للبي تو سي. البي تو بي ده اللي هي ايه؟ بزنس تو بزنس. البي تو سي بزنس تو كاستمر. اوكي. وازاي ازاي نقدر نوصل انت بعد شويه الطريقه اللي احنا اعتدنا بيها انا وانت ان احنا نسافر، مش هنعرف نسافر بيها، واخد بالك. يعني ايوه هو التكنولوجيا موجوده وكل حاجه، بس احنا عايزين منظومه السياحه تعتمد حتى في المجموعات على التكنولوجيا. طب وبالتالي وبالتالي انت هتكسر الاحتكار في صناعه السياحه نفسها. لان النهارده التور اوبريتور اللي بره، واخد بالك، بالتاكيد احنا عايزينه يكمل يكسب، وعايزينه يكمل، وعايزينه وعايزينه وعايزينه، لكن احنا برضو عايزين نرفع متوسط ايراد اللي بيجي لنا من السائح الى اعلى مستوى ممكن، وده مش هيجي غير بالايه، بان انت بمكانه الايه الحجز.